تأكيداً على أهمية المحتوى الرقمي في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والجامعة الافتراضية السورية وجمعية رواد الأعمال الشباب مسابقة رواد المحتوى الرقمي العربي 2022. المسابقة تأتي لتكون حامل لاستكشاف الرواد الشباب المتميزين، وبرجع بأكد فكيف إذا كان الرواد المتميزين الشباب هم سوريين، عرب سوريين، وبالتالي اليوم هذه المسابقة لاستكشافه من ناحية، وأيضا لخصوصية سوريا كبلد غني بشبابه وغني بالمعرفة والعلم، وخاصة أنه اليوم نحن عم نتوجه للشباب الجامعي والطلاب الجامعيين، بالتالي هي أهميتها. الأهمية الثانية هي أهمية الشراكة مع الجامعة الافتراضية اللي هي لها باع طويل في هذا الموضوع، وأطلقت مسبقا حقيقة مسابقة على مستوى الجامعة في صناعة وفي المحتوى الرقمي العربي، وأيضا بالشراكة مع رواد الأعمال اللي هي لها مجال كبير ولنا شراكات متعددة معها نحن في اتحاد الطلبة في مجال الريادة. الهدف من هي الشراكة هو أنه نستفيد من نقاط القوة لدى كل الشركاء لنعمل بيئة متكاملة نقدمها للرياديين أصحاب المشاريع الشباب ليتحولوا من طالبين إعانة أو مساعدة إلى خالقين لفرص عمل ومساعدين لنفسهم ومحيطهم. هي قصة كتير مهمة. اليوم في جوائز مغرية للمسابقة، أنا بدعي الكل يشارك فيها على الروابط اللي حتظهر على الشاشات، غير الجوائز بتصل 10 ملايين ليرة للفائز الأول بحسب المسار، غير الجوائز في فرصة كتير مهمة من خلال منصة فرصة يلي هي مستدامة ودائمة ما بين سيا والاتحاد، واللي قدرنا من خلالها نحقق عدالة الوصول للتمويل لأي حدا حابب يكون عنده مشروع فيه يفوت على المنصة، كمان بيطلع الرابط على الشاشات، بيسجل مشروعه وفق استمارة معينة، بناء عليه نحن بنشوف شو ناقصه، بنعمل له تدريب استشارات، بنجهز له ملفه وبنوصله وفق موعد مسبق مع عدة جهات تمويلية تم الشراكة معها. نحن ما نسعى إليه مع الاتحاد ومع سيا هو البحث عن من يصنعون المحتوى، من يمكن أن تتحول هذه العملية بالنسبة لهم إلى عملية صناعية ممأسسة رح تولد قيمة مضافة، هالقيمة المضافة معرفية ومالية، هالقيمة المضافة المالية نتيجة استثمار هالمنصات هي رح تدخل بعجلة الاقتصاد الوطني وحتساهم بتنميته. هذا الأمر مهم جدا، جميع الاقتصاديات في العالم التي مرت بأزمات وحروب طويلة وجدت أنه بالإضافة للاقتصاد التقليدي اللي هو مهم جدا كان الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد رافد، وصناعة المحتوى اللي عم نحكي عنها هي جزء مهم من هذا الاقتصاد الوطني، ونحن عم نسعى لتطويره بالتعاون مع شركائنا. المسابقة تتضمن عدة مسارات في صناعة المحتوى وتطوير برمجيات حاضنة المحتوى وأفكار مشاريع استثمارية مجتمعية ريادية، وتهدف إلى دعم صناعة المحتوى الرقمي بكل مقوماته وأشكاله وفتح آفاق الاستثمار فيه بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.